مستمرين معكم متابعي سوبورو تي في بمنعيت سوا، وصلنا معكم لحزيلة النهرو. اليوم رح نحكي عن الأحد السادس بعد تقديس الكنيسة يلي هو أحد ميلاد يوحنا المعمدان، أهمية حدث ولادة يوحنا المعمدان، وهاي التفاصيل تتكون محور نقاشنا اليوم مع الأب الخوري عيسى غريب كاهن كنيسة فولندورف والتوابعة بألمانيا. بارخ مور أبونا، أهلا وسهلا فيك. اللهم بارك، وأول لقاء معك متجدد إن شاء الله على بركة الله، وإن شاء الله نكون قد نوفي هذا الموضوع المهم في ولادة يوحنا على أنسب وضع يكون فيه. تودي تودي لألك أبونا. بالبداية أبونا، في عنا نص من الكتاب المقدس سفر ملاخي الإصحاح الثالث الآية من 1-7، وأيضا بالعهد الجديد رح نقرأ من إنجيل لوقا الإصحاح الأول الآية من 57-70. تفضل أبونا. تودي بشمابو وبرو روحو حايو قاديشو حاضلو شاجلو آمين. سفر ملاخي هو آخر سفر في العهد القديم. رح نقرأ الإصحاح الثالث من الآية 1 مثل ما تفضلتي إلى 7. وقال الرب القدير: ها أنا أرسل رسولي فيهيئ الطريق أمامي، وسرعان ما يأتي إلى هيكل الرب الذي تطلبونه ورسول العهد الذي به تسرون ها هو آتي. فمن ترى يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره؟ فهو مثل نار الممحص وكصابون القصار، ويجلس كمن يمحص الفضة وينقيها، فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب، والفضة ليقرب التقدم للرب صادقين. فتكون تقدمة يهوذا وأورشليم عربونا للرب كالأيام السالفة والسنين القديمة. واقتربوا منك لأقاضيك، وأكون شاهدا عليما على العرافين والفاسقين والحالفين زورا، وعلى الذين يظلمون الأجير في أجرته والأرمل واليتيم، والذين يصدون الغريبة ولا يخافونني، أنا الرب القدير. فأنا الرب لا أتغير، ولا أنتم يا بني يعقوب تكلون من أيام آبائكم زعت عن فرائدي. ولرب المجد كل السجود والإجلال في قراءة هذا السفر. أما بالنسبة للكتاب المقدس فراح نقرأ من لوقا الإصحاح الأول ومن الآية 57 إلى 70 أو 71. وأما إليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا، وسمع جيرانها وأقرباؤها أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا. فأجابت أمه وقالت: لا، بل يسمى يوحنا. فقالوا لها: ليس أحد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم. ثم أوموا إلى أبيه ماذا يريد أن يسمى، فطلب لوحا وكتب قائلا: اسمه يوحنا. فتعجب الجميع، وفي الحال انفتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. فوقع خوف على كل جيرانهم، وتحدث بهذه الأمور جميعها في كل جبال اليهودية. فأودعها جميع السامعين في قلوبهم قائلين: أيا ترى ماذا يكون هذا الصبي؟ وكانت يد الرب معه. وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ قائلا: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه
كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر ولرب المجد كل التسبيح والوقار والسجود إلى أبد الآبدين. آمين. أمين أبونا. من خلال الحلقات السابقة يلي حكينا فيها عن الأحد يلي تسبق عيد الميلاد، ليش هذا الترتيب أبونا بالطقس الكنسي؟ طبعا الترتيب قرب على نهايته إلى ميلاد الرب في الجسد، واللي ذكرناها في حلقات سابقة، بدأت من أحد تقديس الكنيسة إلى هذا الأحد الذي هو أحد ولادة يوحنا المعمدان. بقى عنا أسبوعين لحتى تكتمل هاي المناهج إلى ولادة الرب يسوع المسيح، واللي هو الأسبوع القبل الأخير، اكتشاف حلم يوسف واسمه الأحد قبل الميلاد. وطبعا أكيد راح نجي على هالحلقتين كمان الباقين. بالنسبة للترتيب، أولا هو ترتيب يعني إلهي رباني من الروح القدس. لا يمكن حدا يقدر يفكر بهالترتيب إلا يكون في عنده اتكالية على الله بالدرجة الأولى. وطبعا هالترتيب هذا مو بس انه اجى لحتى نعرف مثلا هل احد كذا وكذا، لا، هذا الترتيب اجى لحتى يبين انه كلمة الله ثابتة لا تتغير، لان روح الله كان يرفرف على المياه في العهد القديم. وطبعا بينوا لنا كثير من الانبياء والرسل وحتى الرب يسوع المسيح، الله لم يراه أحد، روح الله لم يراه أحد، ظهر في العليقة، ظهر السلم المصعد إلى السماء، ظهر في كثير ظهورات في العهد القديم، لكن العين لم تستطيع أن ترى روح الله إلا عن طريق الكلمة المتجسد ربنا يسوع المسيح. فكان هذا الأحد اللي هو أحد ولادة يوحنا، أو مثل ما أعطوا أوصاف عظيمة، الصوت الصارخ في البرية، حنان الله، ابن زكريا الكاهن وإليصابات القديسة، أعطوا كثير أوصاف. ولذلك هاي المدرسة المنهجية المرتبة على من الرسل إلى اليوم على هذا الأساس أعطتنا قوة إيمانية لحتى مثل ما قال مثل أبونا زكريا يستيقظ من النوم، يفيق على حاله، لا يتكل بس على عقله. وهاي المراحل كثير كثير مهمة في المناهج، لأنه إذا نحن اتكلنا على عقلنا لحالنا مثل أبونا زكريا راح ننتوه، وراح يعطينا الرب هيك جزء صغير لحتى نفيق على حالنا، لأنه مجيء يوحنا واللي هو آخر نبي في العهد القديم له مدلولات عظيمة وكثيرة في حياة الإنسان المؤمن وفي حياة الكنيسة، لأنه هو الرابط بين العهد القديم والعهد الجديد، هو اللي رابط الإنسان مع الله، صوت صارخ في البرية. طبعا كل الأنبياء علموا ونصحوا، ولحتى كان السفر اللي قريناه سفر ملاخي اللي فيه كلمات عجيبة وغريبة. ليش؟ لأنه في مجيء الرب يسوع المسيح، واللي كان ينبه يوحنا وملاخي على مجيء الرب يسوع المسيح، أنتوا لا بس تعبدوا الله في الفم وفي القرابين، لازم تعبدوه بالروح والقلب والفكر والإحساس وكل ما أوتيتم من قوة. هاي المدرسة هي بحد ذاتها كنيسة، بحد ذاتها مدرسة الإيمان، هي الكنيسة اللي كانت تحوي في داخلها
حليب نحن نشربه من الإيمان اللي سلموا لنا هو الآباء والأنبياء المسبقين. فالعهدين، العهد القديم والعهد الجديد، هذا هو الترتيب اللي يفوق كل عقل وكل إدراك للبشر. لكن نحن في الإيمان نقدر نقبل هذا الترتيب، وأيضا في العقل نفهمه، وفي الإحساس وفي الإيمان نقدر نمشي كمان فيه. إذا أبونا مثل ما ذكرت بالبداية أنه الترتيب بالطقس الكنسي هو إلهي رباني ومن الروح القدس. طيب خلينا نحكي شوي عن الحدث المهم بولادة يوحنا المعمدان، إيش هو وإيش هي المحطات يلي صارت وقت الختان؟ حلو، سؤال جميل. طبعا هذا الحدث بحد ذاته، لأنه نحن نعرف قبل أسابيع أو قبل أسبوعين لما أبونا زكريا كان يكهن في فرقة نوبته، ظهر له الملاك وقال له القصة شلون بده يصير الحبل الإلهي لزوجتك العاقرة. فطبعا هون نقطة مفصلية، أبونا زكريا علمنا عدة محطات في هاي. أول شيء اعتمد على عقله فقط، ما اعتمد على إيمانه ولا اعتمد على كهنوته ولا اعتمد أصلا على الكتب القديمة اللي هو نفسه كان يقرأها، واللي قلناها في أكثر من حلقة، الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم، فأنت شلون ما تقبل هذا الأمر؟ فالمحطة الأولى هون هي فرح الجيرانين، لأنه هل الجيرانين اللي ما قدر يكمل الخدمة تبعه قبل أسابيع قبل وقت وبقى صامت سمو، يعني نقول مسكر سمو ما يقدر النطق إلى هاي الدقيقة اللي صار فيها يوحنا. ليش؟ لأنه بهاي المحطة تفكت عقدة اللسان. أول شيء صار يسأله أنه هذا الابن، بما أنه هو ابن شبه عجيب وجاي، طبعا هن اكيد يعني الناس العاديين ما فهموا هذا وين الصوت الصارخ، ما فهموا هذا وين المرسل قبل الرب يسوع المسيح. وكان هذا الحدث كثير كثير مهم في حياه الايمان في هذيك الزمان، انه شلون العاقره ولدت، فمو عجب يجي يوم انه العذراء كمان تولد. إذا العاقرة اللي حسب الطبيعة ما راح يكون لها أولاد حسب السن والعمر، ولكن هون هاي المحطة فتحت لنا عدة طرق لحتى نقدر نصل إلى أنه نقدر نفهم مفهوم الولادة الرب يسوع من البتول العذراء مريم. ولذلك بالصوت الصارخ، لأنه أمه كمان القديسة إليصابات كمان صرخت بصوت عظيم، تبع العلاقة شلون عم تترتب من 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 زكريا اللي الله أعطاه إشارة لحتى المؤمنين الجيران يفرحوا في هاي الولادة، والثاني لحتى ينتشر الخبر إلى جميع اليهودية والقرى المحيطة بها والنواحي. كمان هاي نقطة كثير كثير مهمة وحساسة، لأنه هن عرفوا الحدث الأول أنه صار في مشكلة مع كاهن من كهنتنا، ولكن بعد الولادة وبعد ما انفك لسانه أول شيء قل لك سبح الله. مع الأسف نحن اليوم إذا عندنا حالة من الحالات وقل يلا جيبوا الأكل وجيبوا كذا كذا، ما بنهتم بعظمة الرب اللي عملها مع أبونا زكريا، وقال له أشكرك يا رب لأنه ما نسيت شعبك، ما نسيتني، أنا كثير سنين طلبته هذا الطلب، لكن إجت الساعة اللي شفته بعيني وفي عقلي وفي قلبي وفي إيماني أنه الرب ما نسيني وتحنن علي، مو بس علي، على كل أبناء شعبي. فكانت هاي المحطات هي محطة أيضا استيقاظ، مثل ما واحد يكون نايم ويفيق على حاله، أنا إيش عملت؟
أنا أخطأت في حق الرب، لكن الرب ما عنده انتقام. نحن نفكر هيك، لكن الرب ما انتقم منه، لحتى أعطاه هيك إشارة لحتى ينبهه أنه لازم أنت تكون مؤمن أنه الإنسان اللي يطلبه بده يتحقق. والرب هو رب حنون، رب رؤوف، رب رحوم، عقله أكبر مني ومنك من يا أبونا زكريا ومن البشرية جمعاء، اللي نقدر نحن بس بالعقل فقط نقدر نختزله. لا، لازم نآمن فيه بالعقل وبالقلب وبالفكر وبالإحساس وبكل ما نؤتي من قوة لحتى يصير الإيمان متكامل. أنا إذا بدي آمن بفمي، وقال علي كثير مرات نبينا العظيم إشعيا، هذا الشعب يكرمني بشفتيه، يا رب ارحمنا. لكن القلب والفكر والعقل والإحساس كله بعيد من الله الرب. وإذا تكميل المعادلة والمحطات اللي عم تأتي متسلسلة هي عم تعطينا نحن بالذات للبشر حياة لحتى نآمن بما قيل، لأنه كلمة الله هي ثابتة، لا يمكن ينقض الناموس ولا كلمة الله المتجسد ربنا يسوع المسيح، له كل المجد إلى أبد الأبدين. آمين. إذا أبونا، هذا كان الحدث المهم بولادة يوحنا المعمدان والمحطات يلي صارت لوقت الختان. طيب إيش هي الدروس والعبر أبونا يلي ممكن أنه نحن نتعلمها خلال ولادة يوحنا قبل ولادة السيد المسيح؟ المدرسة أو الدروس العبر اللي أول شيء نتعلمها هي شيء واحد، أنه مثل ما قال ربنا يسوع المسيح، ربط العهد القديم بالعهد الجديد بشكل عملي. هلأ قبل النبوءات كانت أنه ربنا بده يساعدنا، ربنا يعيننا، ربنا كذا، نحن نصلي، نقدم ذبائح، نقدم قرابين، نقدم إلى آخر ما هنالك. لكن بهذا الحدث صارت العلاقة عملية، صارت العلاقة وجدانية، صارت أنه الله إذا كان تحنن على إليصابات وزكريا، بهذا الحدث صار حياة عملية ما بقت نظرية. ولذلك دوما الإنسان لما يقرأ ويطبق القراءة بتصير الاستفادة كثير. إذا نحن نقرأ وما نطبق قراءاتنا فمعناتها في هون في تناقض، يعني ما في إكمال. ولذلك نفهم أنه من التغيير الجوهري اللي حدث في هاي القصة حدث عظيم، أنه امرأة عاقرة وزوجها كاهن لسنوات وسنوات وسنوات وهن يطلبون أنه الرب يتحنن عليهن، يعطيهن ذرية، يعطيهن ولد، يعطيهن بنت، يعطيهن عطية إلهية. لكن الرب عطى بالوقت المناسب لحتى يكون هو قدامه، يكون قدام الرب اللي هو عطاها. ولذلك المرحلة كثير كثير مهمة، لأنه شفناها نحن في قبل أسبوع كمان، كان في كمان حدث كثير كثير مهم، العلاقة بين مريم وإليصابات، واليوم العلاقة بين يوحنا والرب يسوع المسيح. أنا أرسل الرسول تبعي قدامي لحتى يهيئ الطريق، لأن الأنبياء كليات كان ينصحوا الناس في مجيء المسيح أو مجيء عمانوئيل، مجيء ربنا يسوع في الجسد، لكن كان بعيد عن العقل. هن دوما كانوا يفكروا بالقرابين، وكانوا يفكروا بالأضحية، وكانوا يفكروا بهالأمور الدنيوية، لكن كان الفكر الروحاني شوي غايب علينا. لكن اليوم بهذا الحدث في ولادة يوحنا، وخاصة أثناء الختان، هذا اللي حدث اللي صار، أولا انفك فمه وبدأ يسبح الله، وتذكر أنه الرب ما نسي شعبه، ولو مرت عليه مراحل صعبة
لكن لا يمكن الرب ينسى شعبه، ولا يمكن الرب يتخلى عن مؤمنينه. واطلبوا تجدوا، وفعلا كل كلمة قال الرب يسوع أو كتبت في العهدين صارت مسيرة حياة للإنسان المؤمن. أبونا، لو نحكي شوي عن العلاقة الروحية بين شعب الله المختار، شلون تغيرت هاي العلاقة بالعهد القديم والعهد الجديد؟ حلو. طبعا هون مثل ما قلنا أسلمنا قبل شوي، كانت العلاقة مع الله علاقة مصلحة، أنه أنا إذا أعبد الله وأقدم القرابين الله مقابله لازم يعطيني شيء. لكن بمفهوم الروحاني العلاقة ما هي هيك، لا. يمكن أنا اليوم أطلب شيء 5 سنين وعشر سنين وعشرين سنة ما يستجاب، فبقول أنه الرب أتخلى عني، حاشا، لا. وهاي الفكرة كانت موجودة في العهد القديم حتى مع كل الأنبياء من أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأصباط وموسى إلى ما وصلنا آخر النبيين، نحن نقول العظيمين، هو السفر مالاخي اللي كانت آخر كلماته تعطينا حياة روحية، إنه قبل مجيء الرب بده يجي المرسل الحقيقي. صحيح كان في مرسلين وأنبياء وحكوا وتعذبوا وكذا، وهون ملاحظة كثير قوية، لأنه يوحنا اللي عطى حياته ثمن الحق، اللي عطى حياته ثمن الشريعة. هاي نقطة كثير نحن كثير ما ننتبه عليها، يعني ولو نقراها هي قراية سطحية. يوحنا اللي حط ايده على الجرح، ما قبل المساومة لا لهيرودس ولا غيره، ودفع راسه ثمن قول الحق وثمن الحفاظ على الشريعة. وهي نقطة كثير حساسة، معلش ولو هيك أدخل هيك شوية خارج، يكون اليوم إذا واحد قريبنا أو سوى غلط يعني نخففها عليه، وإذا واحد مو قريب علينا سوى غلط قلوا لا أنت غلط كذا، لا. لا كان عنده ملك، ولا كان عنده جابي، ولا كان عنده حارس، ولا كان عنده أي شيء، كل الناس كانوا متساوين تحت الشريعة. ولذلك نقل الحياة إلى الحياة الروحية، صارت عملية، ما بقت أنه دوما نرفع إيدينا ونسبح إلى آخر ما هنالك، لكن انتقلوا إلى حياة الروحية. ليش؟ لأنه حتى بين لنا أنه الله هو روح، والذي يؤمنون بالروح والحق هم أبناء الله. ولذلك ما قبل أنه يصير خلل في موضوع زواج هيروديس ودفع رأسه الثمن لقول الحقيقة والحق. هاي نقطة كثير مفصلية في حياة هذا القديس والنبي، واللي قال عنه الرب يسوع المسيح لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. هم كاهن وابن كاهن ومن من من الأصباط المختارة للكهنوت، وثانيا ولد ولادة غريبة، ولادته كانت صفحة جديدة في حياة المؤمنين بالرب يسوع المسيح. انه شلون اذا ما امنوا ما قبلوا انه العذراء الإصابات العاقرة تلد، شلون بده يامنوا بالبتول العذراء الطاهرة مريم أنه ولدت الكلمة المتجسد ربنا يسوع المسيح مخلص العالم. أبونا يطول الحديث، لكن خلينا هيك بنهاية حديثنا ناخذ كلمة أخيرة منك. طبعا أكيد. هذا الأحد هو مثل ما تفضلتي لحد يوحنا المعمدان أو لحد ولادة يوحنا المعمدان. الحقيقة كتير موضوعه كتير عميق،
وعطى أو عطانا نحن المؤمنين حياة روحية جديدة متجددة، إنه هو دوما دوما كان يقول لماذا تهربون من حكمة الله؟ لماذا أيها الكتبة والفريسيين لا تقرؤون كلمة الله؟ فإذا قراءة الكتاب المقدس بأمانة وبصدق ينقلنا من الحياة النظرية إلى الحياة العملية في الرب، وكان هذا عنده. ليش؟ لأنه كل الأنبياء تحدثوا، لكن كان هو آخرهم وختم الرسالة تبعه في مجيء الرب يسوع المسيح، وصار له حصة ونصيب هو يعمد المسيح. وكانت كمان هاي مرحلة مفصلية تجي بعد الولادة أو بعد عيد ميلاد الرب يسوع المسيح في جسد. ولذلك دوما الاستفادة هي استفادة عامة واستفادة للإنسان. لازم يكون، يقول الكتاب، يجب أن يكون الكاهن أو الأسقف أو المرشد أو المعلم، يجب أن يكون أمين على كلمة الله. ولذلك نتعلم منه درس اليومي أنه دفع رأسه ثمن الأمانة اللي حملها. طبعا أكيد يوحنا درس كل التوراة، درس كل الأسفار، درس إشعيا وإيرميا وما كلن. ليش؟ لأنه هو إجا بالأخير، وإلا ما كان يوقف ويعمد الناس. وشغل نقطة مهمة أو أخيرة أقولها، لم ينكر بأنه ليس المسيح. لو مثلا الواحد راد بها دنيوي أو مجد دنيا، يقول لك إيه ما مشكلة، أنا كمان مثل المسيح. يعني ما أنت عم تنتظر المسيح؟ وهن سألوه، قالوا لي إذا أنت ما كنت المسيح ليش تعمد؟ قال أنا أعمدكم بالروح، ولكن اللي في وسطكم ما تعرفوه، لست مستحق أن أحل سيور حذائه، سوف يعمدكم بالماء والروح القدس. ولذلك يوحنا لعب دور كبير، وهو بحد ذاته مدرسة للتعليم. يعني غير اللي تعب على نهر الأردن وتحمل المشقات، وكان دوما أكله محدود، وكان حياته كانت محدودة، سخرها كلها لخدمة الرب، ولذلك انتقل إلى العالم الآخر قبل ربنا يسوع المسيح بستة أشهر. مثل ما صار قبل الرب يسوع بست أشهر، انتقل قبل منه بستة أشهر. هاي حسب الروايات اللي تعلمناها من الكتاب المقدس. تودي لك أبونا، استمتعنا بالحديث معك، وأكيد على أمل اللقاء كمان لحتى نكمل بهاي السلسلة يلي عم نحكي فيها الآحاد اللي تسبق الميلاد. وإن شاء الله هيك هدول الأيام يكونوا مباركين عليك وتكون دائما النعمة معك. شكرا. طبعا دوما هاي الأيام اللي عم تقربنا إلى الرب يسوع المسيح يوم بعد يوم، وأسبوع بعد أسبوع، وساعة بعد ساعة، نطلب صلوات المجوس المنسيين اللي هلأ هني بالطريق على الجمال لحتى يصلوا إلى مدينة بيت لحم اللي هي مدينة أفراتا، مكان اللي ولد الرب يسوع المسيح له كل المجد. وبولادته ولد عالما جديد. ومرة أخرى أشكركم وأشكر قداسة سيدنا البطريرك وجميع العاملين في قناتنا الموقرة، واللي صارت كلمة إلى العالم لحتى توصل الحق إلى جميع أقطار المسكونة قاطبة. ربنا يباركنا جميعا ويحفظكن ويداومكن على هاي القناة. شكرا لك أبونا.